السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله نتكلم دلوقتي عن المحاضرة الثانية في البلد، وهتكلم عن الـ RBCs Red Blood Corpuscles وبعض التطبيقات المهمة المرتبطة بها. طبعا الـ Red Blood Corpuscles احنا بنسميها كورباسل لانها Cell Without Nucleus، خلية بلا نواة. طيب وعشان كده نقول عليها نوترو سيلز. هي كان فيها نواة في المراحل الاولى، يعني لما بتاخد في الهيستولوجي مراحل تكوين الاربيسات، لا في المراحل الاولى كان في عندك نيوكليس، ولكن اول ما يبدا في المراحل الاخيره يحصلها ماتوريشن بتفقد النواه. والماتيور كومبليت لماتيور اربيسيز هي عباره عن اكورباسل، اتز ا سيل وذاوت نيوكليس. طبعا قطر الاربيسيز زي ما احنا عارفين حوالي 7 مايكرون، حوالي 7 مايكرون، يعني قطرها يدوب كده على قد قطر الشعيرات الدمويه، بحيث تمشي حتى جوه الشعيرات تبقى تقريبا خليه ماشيه جنب خليه، حتى انها في الشعيرات ممكن خليه بيحصلها ديفورميشن، يعني تتيني كده عشان تقدر تعدي من الشعيرات، لان قطر الشعيرات ممكن يبقى حوالي 5 مايكرون. مهم جدا ان انا ابقى عارف الكاونت بتاع الار بي سيز، ونبقى عارفين ان عدد الار بي سيز يتغير حسب الايج وحسب السكس، يعني مش رقم ثابت. وعشان كده لما واحد يقول لك عدد الار بي سيز ده طبيعي ولا مش طبيعي، تقول له لحظه قول لي الرقم كام، وتقول لي السن قد ايه، وتقول لي ميل ولا فيميل. فعلى سبيل المثال لو عندنا ادلت ميل يبقى العدد من 5 ل 5 مليون خليه لكل مليمتر مكعب، ادلت فيميل اقل بنص مليون، يعني 4.5 ل 5. لكن لو عندنا تشايلد يعني طفل عنده 7 8 سنين 10 سنين، من 3.5 ل 4.5. جميل. ولو عندنا نيوبور من 6 ل 8 مليون. هنا في ملحوظات مهمه قوي، للتشايلد رقم قليل قوي، النيوبور رقمه عالي قوي. طيب يا ترى ليه؟ ليه النيوبور الرقم عنده عالي وليه التشايلد بيبقى اقل شويه، وليه الميل بيختلف عن الفيميل؟ في شويه اعتبارات بسيطه خالص نقولها على السريع. اول حاجه في الحاله الجنينيه بيبقى في نقص في الاكسجين جوه الرحم، فكنوع من التعويض جسمك بيصنع ار بي سيز كتيره عشان البيئه جوه الرحم فقيره نسبيا في الاكسجين، فتلاقي الطفل مولود وعنده عدد كبير نسبيا. في خلال الشهر الاولاني بعد الولاده ما عادش محتاج العدد ده، لانه بدا يبقى في الهواء الجوي دلوقتي وتنفس اكسجين طبيعي، فتلاقي معظم الخلايا الزايده تتكسر في الشهر الاولاني، خاصه في اول اسبوعين. وعشان كده ممكن الطفل بيحصل له صفره، البيلروبين اللي هو ناتج عن تكسير الهيموجلوبين بيزيد، ولكن بيبقى في صفره. ولما نروح لدكتور الاطفال يقول لك ما تقلقوش دي صفره طبيعيه، بيقول عليها فيسيولوجيكال جونز، لان الخلايا الزايده بتتكسر. في اطفال بتبقى ملحوظه وفي اطفال ما بتبقاش ملحوظه. بعد الشهر الاولاني الرقم بيبدا ينزل. في التشيلدرن بيبقى الرقم قليل، عشان كده لو واحد قال لك لو انا عندي ار بي سيز 3.5 ما تقولوش نورمال، ولا لما تعرف السن تقولوش، ما تسرعش تقول قليل، لا 3.5 في تشايلد اكسبتد معقول، 4 معقول. لو واحد قال لك انا عندي حد ادلت والار بي سي بتاعته 4.5 مليون، تساله الاول هو ميل ولا فيميل، لان 4.5 ده في الادلت، لو هي في ميل نورمال لانه بيبدا من 4.5، لو هو ميل يبقى اب نورمال ويبقى قليل. الار بي سيز لو قلت عن معدلاتها الطبيعيه للايج وللسكس هنسمي الحاله دي انيميا، ولو زادت هنسميها بولي سايسيميا. ايه وظائف الار بي سيز؟ اول حاجه طبعا هي موجوده جواها الهيموجلوبين، وده مهم جدا للاكسجين كارج، ومهم جدا عشان السو 2 كارج. كمان الهيموجلوبين ده اكت از امبورتنت بافر، ان شاء الله ندرس في الفسيولوجي وفي الكيمياء حاجه اسمها بافرز. بافرز يا جماعه هي عباره عن سوليوشنز ذات بروتكت بي اتش اور ذات مينتين بي اتش اور ذات ريزيست تشينجز ان بي اتش. احنا عارفين البي اتش بتاعتنا لازم تبقى استراكتلي نورمال وذين 7.4 7.4. في عندك جوه جسمك اضافه مستمره للاسيدز والبيزز، فلازم يبقى عندك اليات للحفاظ على البي اتش. اهم اليه للحفاظ على البي اتش هي بافرز، حاجه اسمها كيميكال بافرز. ومن ضمن البافرز الحاجات تعمل بافرنج وتحافظ على البي اتش، وتقدر ان هي تمتص اي تغييرات في الاسيدز والبيزس الهيموجلوبين. بعد كده رقم 4 دور الار بي سيز في البلاد فيسكوزيتي. احنا الفيسكوزيتي قلنا في المحاضره اللي فاتت ان في عندنا فايبرونجين له دور في الفيسكوزيتي، بس الار بي سيز اهم، فالاثنين بيلعبوا دور مهم جدا في الفيسكوزيتي. هتكلم بعد كده عن الاريثروبيوسيس. الاريثروبيوسيس اتز ذا بروسيس اوف سينثيسيس اوف نيو ار بي سيز، تصنيع ار بي سيز جديده. ده موضوع مهم جدا لازم تفهمه. ليه بيجي لنا حالات انيميا عشان نعالجها؟ انت ازاي هتعالج حاله انيميا وانت مش عارف اصلا متطلبات نمو الخلايا؟ انت لازم تبقى عارف الفسيولوجي اوف ذا ار بي سيز، الفسيولوجي اوف جروث اوف ار بي سيز، ايه اللي يضرها وايه اللي يفيدها. وعشان تنمو وتتكاثر وتعالج حاله انيميا لازم تبقى عارف ايه هي العناصر المحدده
والمنظمة للإريثروبوليسيس اللي هو تصنيع الخلايا الجديدة. في عندنا أربع عوامل أساسية. طبعا المراحل بتاعت الإريثروبوليسيس دي بندرسها في الهيستولوجي، تمام، لكن الوقت بنتكلم عن الفاكتورز افكت. أول عامل عندنا اللي هو تيشو أكسجينيشن أند رول أوف إريثروبويتين، اللي هو مستوى الأكسجين في الأنسجة ودور الإريثروبويتين، ده مهم جدا. رقم 2 هيلث بون مارو، رقم 3 هيلث ليفر، رقم 4 الهرمونز، ورقم 5 نوتريشنال فاكتورز. نبدأ بأول عامل محدد لمعدل تصنيع الخلايا وهو الأكسجين ليفل، وهندرس معاها دور الإريثروبويتين. هي قاعدة عامة، أي كونديشنز تقلل الأكسجين في جسمك لازم بتزود الإريثروبويسيس. قلل الأكسجين يزيد الإريثروبويسيس كنوع من المقاومة لنقص الأكسجين. أي حاجة تعمل لك هايبوكسيا نقص أكسجين تزود الإريثروبويسيس جوه جسمك، تمام؟ طيب ايا كان بقى السبب، طيب سواء كان هاي التيتود مرتفعات، سواء كان لوس اوف ار بي سيز في حالات الهيموريدج، سواء كاردوبالمونري ديزيز او انكريز اوكسجين ديموند، يبقى المرتفعات او حالات النزيف او كاردوبالمونري ديزيز زي حالات البرونكيال اسما او في الناس الرياضيين، في كل الحالات دي يا جماعه بيقل الاكسجين، لازم الار بي سي تبقى زايده. الناس اللي عايشه في المرتفعات، حالات النزيف، امراض القلب والرئه زي ازمه الربو، وكمان لو في يعني حاله فسيولوجيه فيها ازدياء طلب يعني او جسمك محتاج اكسجين زي ناس الاثليتس، في كل الحالات دي اكسجين قليل يبقى الار بي سيز عددها يزيد كنوع من التاقلم والتكيف والتعويض جوه جسمنا. السؤال بقى اللي هنا المهم هو وات از ذا لينك، ايه هو الرابط بين ده وده؟ طبعا الرابط هنا هو هرمون اسمه إريثروبويتين، وافرازه بيبقى من الكلى وبيتم كالاتي. اول حاجه، اول ما يقل الاكسجين في الجسم ده يؤدي الى هايبوكسيا ونقص في الاكسجين في معظم اعضاء جسمك. اول عضو بتاثر هو الكدني، ذا كدني بيكمز اسكيميك، ذا كدني بيكمز اسكيميك، على طول تفرز الإريثروبويتين. بعد كده الإريثروبويتين يروح يشتغل على البون مارو، تمام، ويزود الإريثروبويسيس. الإريثروبويتين ده دايما بشبهه يا جماعه بالبنزين بتاع البون مارو، البنزين بتاع البون مارو. يبقى اذا اول ما الكدني تبقى اسكيميك يطلع لك الإريثروبويتين، يبقى الإريثروبويتين بيطلع مينلي في الادلت من الكدني، وبعد كده يروح يتحرك مع الدم ويوصل للمصنع بتاع البون مارو اللي هو مصنع الار بي سيز، فيزود الار بي سيز فورميشن. يبقى اذا ذا لينك از إريثروبويتين. والإريثروبويتين هو عباره عن جلايكوبروتين هرمون وزنه جزيئ حوالي 43000. في الحاله الجنينيه بيفرز توتالي من الليفر، اما في الادلت 90% من الكدني 10% من الليفر. اذا ما تنساش دايما ان الكدني لها علاقه مهمه جدا بتصنيع الخلايا، يعني الكدني طلع لك إريثروبويتين هو اللي نشط الخلايا. اذا ما تنساش ان الكدني لها دور مهم جدا في تصنيع خلايا دمك. علشان كده في الناس اللي عندهم فشل كلوي، ممكن عين الفشل الكلوي يا جماعه يكتشف في الاول خالص عن طريق الانيميا الحاده. بنعمل صوره دم الواحد لقينا عنده انيميا حاده، اول حاجه افكر فيها من ضمن الحاجات الكتيره اللي بفكر فيها طبعا ان يبقى عنده فشل كلوي، لان فشل كلوي ما عادش فيه إريثروبويتين فالتصنيع يقل فنلاقي عنده انيميا حاده، ودي حالات كتير بنشوفها. رقم 2 هيلسي بون مارو. هيلسي بون مارو اللي هو نخاع العظم السليم. طبعا نخاع العظم ده هو المصنع اللي بيصنع الخلايا، بيصنع خلايا الدم، بيصنع ار بي سيز وايت بلاد سيلز اند بليتلز، بيصنع ثلاث انواع من الخلايا. فالبون مارو ده لو اتدمر بإراديشن اشعاع او اتدمر بتوكسينز سموم او بكيميكالز ملوثات او بتشومرز اورام، دمرت البون مارو لازم الار بي سيز هتقل ويبقى عندك انيميا. بس مش الار بي سيز لوحدها بقى هنا اللي هتقل، هيقل الار بي سيز ويقل معاها الوايت بلاد سيلز ويقل معاها البليتلز، يعني ثلاث خلايا هيقلوا. النوع ده من الانيميا اللي بيكون فيه الار بي سيز قليله ومعاها الوايت بلاد سيلز قليله ومعاها البليتلز قليله بنسميها يا جماعه ابلاستيك انيميا، ابلاستيك انيميا، تمام؟ ده نوع مميز جدا من الانيميا. رقم 3 هيلث ليفر. الليفر له دور داعم مهم جدا للإريثروبويسيس، لانه بيخزن فيتامين بي 12 المهم جدا للماتيوريشن اوف ار بي سيز، وكمان بيصنع جلوبين بارت اوف هيموجلوبين. الهرمونات، اهم هرمون مهم للإريثروبويسيس هو الإريثروبويتين، ولكن في هرمونات ثانيه مساعده زي الجروث هرمون وزي الجلوكوكورتيكويد وزي الثايرويد هرمونز، الحاجات دي لها دور مهم. لازم تبقى عارف قصه الهرمونات اللي مطلوبه، بس هو اهمهم إريثروبويتين، ولكن الحاجات دي برضو مهمه سواء الثايرويد هرمون او الجروث هرمون او الجلوكوكورتيكويدز او الاندروجينز اللي هي هرمونات الذكوره.
رقم خمسة نوتريشنال فاكتورز. نوتريشن يا جماعة التغذية، خلايا الدم بتتصنع بالملايين او المليارات من الخلايا، انت عندك كم مهول جدا من الخلايا لازم يتصنع كل يوم لان بتكسر كل يوم خلايا. الخلايا دي مش محتاجة ايرن بس، في بعض متخيلة ان انا تغذية اخد حديد بس، وتلاقي العيان عنده انيميا وبياخد حبوب الحديد يقول لك الانيميا ما بتروحش. هو ان عشان نصنع خلايا حديد بس، الخلايا دي عبارة عن هيكل من البروتين وفي حديد ومحتاجين مينرالز تانية ومحتاجين فيتامينز تحفز التفاعلات الكيميائية. عشان كده لازم الشخص اللي عنده انيميا نقول له لازم تاكل كويس قبل اي حاجة، لازم اكل كويس خاصة البروتينات، تاكل كويس وتركز على البروتينات وبعد كده تاخد بقى فيتامينات وتاخد حديد، ده مع ده تتعالج الانيميا. يبقى اذا عرفنا ليه ان بعض الناس ياخدوا حديد وما يتعالجوش، لان هو ما بياكلش كويس، فمفيش خلايا تصنع من الحديد لوحده، لازم عشان يتعالج يبقى ياخد الفيتامينز والمينرالز وياخد معاهم كمان جود نوتريشن. اخر حاجه هقولها النهارده اللي هو الانيميا. انيميا اللي هو حاله نقص الار بي سيز، واحنا عارفين الزياده طبعا اسمها بوليسايسيميا وهندرسها ان شاء الله في وقتها البوليسايسيميا. انيميا معناها ايه؟ انيميا طبعا الانيميا دي يا جماعه بتكتب فيها مراجع وبتدرسها في البطنه وهتدرسها في الجراحه وهتدرسها في الاطفال وهتدرسها في النساء وهتدرسها في حاجات تانية كتيره وهتدرسها في الكلينيكال باثولوجي وغيره، كل حاجه كل الناس تكلمك عن الانيميا، بس انا هنا هديك كلمتين صغيرين تفضل يفضلوا في ذهنك ويفضلوا معاك على طول، تبني عليهم وتوسع عليهم بعد كده، بس ما تقولش الكلام ده قليل، هو قليل لان احنا دلوقتي في الحته دي من المنهج في الجزء ده من الدراسه بتاعتنا والبرنامج بتاعنا مش محتاجين الا النقطه دي، وهتعالج بالتفصيل كتير جدا 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 بعد كده. من اكبر مواد ضعف الطب هو موضوع الانيميا، بس انا عايزك قبل اي حاجه ما تنساش التعريف ده، ادق تعريف للانيميا على الاطلاق هو التعريف اللي قدامك ده. انيميا معناها decrease hemoglobin content or RBCs count or both. decrease RBCs content RBCs count او الهيموجلوبين كونتنت اور بوز بلو نورمال فور ايج اند سكس، لازم اقل من النورمال، لازم للايج ولا السكس، لان كل ايج له النورمال بتاعه وكل سكس له النورمال بتاعه، فتقول ان الهيموجلوبين بيقل او الارسيس بتقل او الاثنين بيقلوا اقل من النورمال بتاع الايج بتاع السكس. فعلى سبيل المثال الهيموجلوبين في الادلت مين من 13.5 لغايه مثلا 17.5 او 18. طيب لو قلنا في الميل عن 13.5 او مراجع بتكتبها 14 يبقى ده انيميا، لو قلنا في الفيميل عن 12 او بعض المراجع بيكتبها 11.5 ماشي يبقى ده ايه؟ انيميا. كل سن والكل ايج النورمال بتاعه. طيب ايه انواع الانيميا الرئيسيه؟ ده عناوين بس يا جماعه. عندنا اربع انواع من الانيميا. انت دلوقتي انيميا يعني عندك نقص في الخلايا جوه الدم، طب اللي مقلل الخلايا ايه؟ اول حاجه نفكر فيها هو بلاد لوس، يعني ان الدم بيفقد سواء بشكل حاد او مزمن، واحد بيرجع دم على طول او واحد بينزف بشكل متكرر زي ست عندها الدوره الشهريه كثيفه او واحد عنده بواسير او كذا، المهم في فقدان دم سواء حاد او مزمن يديك انيميا نقول عليها بلاد لوس انيميا، وغالبا دي بتبقى انيميا نقص حديد، احيانا يسموها برضو ايرن ديفيشنسي انيميا. جميل تمام. طيب رقم 2 ابلاستيك انيميا، لسه قايلها من شويه. ابلاستيك انيميا دي نوع من الانيميا ديو تو ديستراكشن اوف بون مارو، البون مارو اتدمر اللي هو المصنع نفسه وبالتالي اتدمرت الخلايا اللي بتدي ار بي سيز واللي بتدي وايت بلاد سيلز وبتدي بليتليتس، ويديك نوع من الانيميا بيبقى فيه الثلاث خلايا قليلين نقول عليه ابلاستيك انيميا. النوع الثالث من الانيميا بيقول عليه ميجالوبلاستيك انيميا، يعني الانيميا ميجالوبلاست، ميجالو يعني كبير، بلاست يعني خليه غير كامله النضوج، تمام؟ فميجالوبلاست يعني الانيميا ذات الخلايا الكبيره غير كامله النضوج، وده بسبب نقص فيتامين بي 12 والفوليك اسيد اللي هم عوامل النضوج جوه الخلايا، نقول عليهم ايه يا جماعه؟ ماتيوريشن فاكتورز، احيانا يقول لك عليها ماتيوريشن فيلير انيميا، احيانا يقول عليها ميجالوبلاستيك انيميا، واحيانا يقول لك عليها برنيشوس انيميا. فبتبقى فيها الخلايا كبيره وغير ناضجه، مفهوم النضوج في خلايا الدم الحمراء هو انها تصغر مش تبقى كبير، لما الخلايا تبقى كبيره تبقى غير ناضجه. النوع الاخير من الانيميا هيموليتيك انيميا، ده انيميا بسبب ان بيحصل سيفير هيموليسيز، والهيموليسيز الخلايا عندك بتتكسر ليه؟ قد تكون اسباب وراثيه او قد تكون اسباب مكتسبة. اسباب وراثيه زي حد عنده مشكله في الهيموجلوبين، عنده مشكله في السيل ممبرين، او عنده مشكله في الانزيمات، ودي لها اكزامبلز كتير هندرسها عبر المناهج بتاعتنا. يبقى عندك مشكله في الحاجات دي كلها، ده يؤدي الى انيميا تكسيريه وراثيه نقول عليها هيريديتري هيموليتيك انيميا. وممكن تبقى اسباب مكتسبه زي نقل الدم الغلط يديك انيميا تكسيريه، او زي سنيك فينوم اللي هو لدغه الثعبان، او زي تعرض لبعض الكيميكالز والدراجز برضو يديك اكوايرد هيموليتيك انيميا. والموضوع ده له امتداد كبير جدا، وان شاء الله في محاضرات ليتر اون اكلمكم عن الانيميا واسبابها وازاي نشخصها، بس ده للمهتم منكم لازم هنا بقى هيبدا يسمع محاضرات اللي هي بوست جراديويت كورس.
في البوست جرادويت كورس هتلاقيني مقسم برضو مراحل، حاطط لك برضو بلاي ليست فيه بكلمك عن بوست جرادويت كورس كارديو فاسكولار، بوست جرادويت كورس هيماتولوجي، جاسترونتولوجي وهكذا. بس دي مستويات ممكن نلجأ لها فيما بعد لما ندخل على الكلينيكال ان شاء الله. ان شاء الله في المره اللي جايه هبدا اتكلم عن الوايت بلاد سيلز. نشوفكم على خير، شكرا والى اللقاء.